بالنسبة لمصروفي عم طالع بالنهار تقريبا 20 ليرة، ويلا يكفونا خبز ومي وأجار البيت كمان، وأجيب أغراض لأخوي معاقة. أنا اسمي سامير من بندة سفيرة، بشتغل بغزة البنات، عمري 12 سنة، وكنا مهجرين عن دير الزور. أبوي استشهد بالقصف، وأخوي تصوب صار معاق، وأنا برقبتي 3 أولاد صغار وبعيش أهلي. بطلع الساعة 10 الصبح، برجع قبل المساء هيك عند المساء المغربيات، وبتمنى إن شاء الله نرجع الدراسة مثل الأول نعود. أتت بعض المنظمات وأقامت بعض برامج التعويضية والتعليم التعويضي، منها يعني أن نعيد هذا الطفل لمقاعد دراسي ويكمل تعليمه، ومنها من جانب آخر أن يتم إعالة هذه الأسرة بصورة أو أخرى. هناك برنامج كفالة يتيم، ولكن غير كافي لإعالة كافة الأيتام في المدينة، وهناك برامج تعويضية تقوم بكفالة الأطفال من قرطاسي أو مصاريف الدراسي، ولكن كل هذه المشاريع لم تكن يعني بالحد المقبول لسد حاجة هؤلاء الأطفال.